سمي شيئا تلبسه ويترك أثرا على جسدك. يا لا خلاص يلا بقى. السؤال سمي شيئا تلبسه ويترك أثرا على جسدك. شنو؟ ساعة. الساعة. صح صح، لأن هنا ألبسها شمس وعرق وكذا تترك أثر على جسدي. أها، وأعلى احتمال براء. ها شنو؟ يلا قرر وياكل وياهم. ها نعطيهم وياه. صدق هذا سهل. تفضل أخو شيماء. يلا براء، هذا سهل، ما يحتاج لا أكل ولا طبخ ولا مواد، مو صحيح؟ وأخذ دلفان، سمي لي شيئا نلبسه ويترك أثرا على أجسادنا. قال ساعة وبعد ممكن شنو؟ محبس. المحبس. الخاتم. الخاتم صح. المحبس الخاتم، يعني هاي الحلقة أيضا تترك أثر. إذا أكو شيء آخر بعد، سمي لي شيء هبال يترك أثرا على أجسادنا حين نلبسه. التراتشي أو المراوت. التراتشي والمراوت. عند المرأة التراتشي. خطأ أول. لا لا يترك أثر، هذا الثقب، والثقب هذا ينعمل من هو طفل، يترك أثر يعني مثل الساعة مثل بوزن. الخاتم شنو؟ بوزن. شيمن. أسوارة. خلينا نشوف. أسوارة. السوار. خطأ ثاني. سوار أيضا ما يلبس هواية أولا، ثانيا متحرك، مو مثل المحبس والساعة. وأكو أشياء أخرى. أهم الحكم أن تتفقون. وأخذ شيء ماء. النظارات أو المناظر. النظارات. المناظر. النظارة. صح. وبقت 5 احتمالات تكون خطأين. أخذ دلفان. ممكن يكون الحزام. الحزام. بنطلون. الحزام. برافو. والله العظيم يعني فعلا انا معجب بهاي الاجابات. ساعه، محبس، حزام، وشنو بعد هبال؟ تكرم الحذاء. الحذاء الضيق. صح صح. واخذ شيمن. ما بقول شيء. ما بقول شيء بعد. جد بعد 3. ايه اكو شنو؟ وقت. بلادر. خطأ. الوقت نزل.